للحروب أخلاقها التي يجب الالتزام بها بتحريم قصف المشافي والآثار وغيرها، إلا أن ميليشيا الحوثي الانقلابية في تعز لم تلتزم بتلك الأخلاقيات، فاستهدفت الكثير من المعالم الأثرية والتاريخية. قلعة القاهرة واحدة من شواهد التاريخ في تعز، بل تعد رمز هذه المحافظة عاصمة الثقافة اليمنية. ميليشيا الانقلاب حولت كل شيء جميل وأثري في هذا الوطن إلى ما يشبه الثكنات العسكرية، مما جعلها عرضة للاستهداف. وبعد أن اندحروا منها تحولت هذه الثكنة إلى منطقة تصب عليها هذه الميليشيا جامع حقدها. في الأشهر الأولى من حرب ميليشيا الحوثي الانقلابية على تعز، اتخذت الميليشيا القلعة موقعا عسكريا لقصف وقنص المواطنين. وبعد دحر الميليشيا من القلعة عادت لقصفها بشكل مستمر بالمدفعية الثقيلة، بعد أن كانت قلعة القاهرة مزارا ومتنفسا للزوار وللاطلاع على جزء مهم من حضارة اليمن. تعرض لضرر حينما خرجوا منه، فهذا يجعل هذه الجماعة أنها ارتكبت أضرار في هذا المعلم التاريخي، واستخدمت الأسلحة المفرطة في استهداف هذه القلعة والتي كان لا ينبغي لها أن تستخدمها. حماية المعالم التاريخية واجب نصت عليه مواثيق الأمم المتحدة، وهو ما يجعل الالتزام به ضرورة يجب على المجتمع الدولي الدفاع عنه.